رأيك أيضا أحمد بالخط العريض على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر أتمالك مكتبي وعلى موقع البرنامج الإلكتروني. إليا بولس مساء الخير إليا. مساء النور. الجمعية الأمريكية للجراحة التجميلية بتقول إن إقدام الرجال على عمليات التجميل زادت بنسبة 60%، وأرقام غير رسمية بلبنان بتقول إنه تلت عمليات التجميل اليوم بلبنان هن للرجال. ليه برأيك عم بتزيد العملية التجميل عند الرجل؟ صراحة لأنه كل واحد لما يوعس روح يطلع على المراية شوف رجال تاني عمل عملية تجميل أحسن منه وعم بيلقى صدى نجاح أكتر، فأكيد لما يحس عنده نقص بده يعمل عملية تجميل حتى يحس حاله هو أحسن من غيره. مارسيل ليه عم تهز براسك؟ دون تعليق. يمكن منه معود. اللي قدي رجل وجمال بيمشوا مع بعض أو الرجل ورجولي بيمشوا أكتر مع بعض؟ هلأ إذا كان الرجال عنده رجولة فأكيد بيكون عنده جمال لحتى يكملوا بعض. الرجال بنقاس بجماله أم برجولته بمواقفه؟ أنا بالنسبة لي بالاثنين، بس أكتر شيء بجماله. شو عملت عملية تجميل لليوم إليا؟ أنا عملت شفافة، عملت خدودة، عملت منخارة وعملت جبينة. بس إليا اليوم يعني أكثر عمليات شيوعاً عند الرجل اليوم يمكن بيعمل زرع شعر، بشيل كرشه، بشيل الدهن اللي بصدره، هيدا أكثر شيء شائع عند الرجل اليوم. ولكن الرجل لما بيعمل شفاف ونفخ خدود ومنخار وشو كمان قلت لي؟ جبين. ليه بده يعمله؟ لما أنا أروح بين المجتمع مثلاً يشوفوا منخاري غلط أو شفت التحتانية أو الفوقانية غلط فهذا شيء أكيد مش حلو، فأنا بفضل جمل حالي ويكون أنه حلو بكل شيء. يوم سؤال، المرأة بتعمل شفافة كرمال تحط حمرة صح؟ وتبين شفافة أو للإغواء. الرجل لما بيعمل شفافة لأي هدف؟ لما كنت أطلع من البيت مثلا لما حرق مثلا التقى بحدا أنه إيف لي ما بتعمل منخارك، إيف لي ما بتعمل شفتك كتير بشعين، أنه مش منظر هيك، مش حلو هيك. أنت كنت تشوف هالشي كمان مش حلوين أم الناس أثروا على نظرتك لنفسك؟ هلا هني كانوا مش حلوين ابدا، بس كمان الناس عطتني بوش اكثر لحتى اتشجع واعملهم. اليوم الناس شو بتقول لك؟ كلهم مبسوطين مني. اليوم رجل لما يعمل عمليه تجميل ما بيسمع انتقادات؟ انا لهلا صراحه ما كثير سمعت انتقادات، حتى لو سمعت بطنش ما برد، لانه بتكون يا سبب غيره يا سبب اهمال منهم هن. قديت صلحت مع نفسك بعد ما عملت كل هالعمليات؟ 99%. شو بعد بدك تعمل ليصيروا 100%؟ دينية. إذا انصحت بعمل عملية شفط، إذا راح شعري بزرع شعر. إذا كان المجتمع أرحم بتروح أكثر بعد العملية التجميل؟ إيه بروح. لتعمل شو؟ ما كومنت. شكرا لك إليا، شكرا لكم ضيوف الليلة.